طلعنا على الفكرة الأساسية، لو افترضت الاندكتر الآن لود، راح افترضه لود، فلو اعتبرت انه الكونفنشن تبع الاندكتر هو لود، راح افترض انه الكونفنشن تبع الكرنت تبعه ماشي بهذا الاتجاه، فهذا اي ال as a function of time، وهذا هون عندي v l as a function of time plus minus. هلا هذا لو بدا يزيد الان في الكرنت، تذكروا المعادله الاساسيه، شو المعادله الاساسيه؟ بتقول v l of t بتساوي l d i sub l of t على t. مش هاي المعادله الاساسيه للاندكتر؟ وعندنا بصير في سلف اندكتر لكل واحده من الكويل، وفي كل كويل من الكويلز بعمل اندكتنس ميوتشوال اندكتنس مع الكويل اللي قبله الى اخره، بتكون هون بتكون فولتج. هلا الكرنت لما يكون يزيد ايش تكون الاشاره هون؟ والال عمرها ما بتكون نيجاتيف، مش هيك؟ ما هي كونستنت. اذا كان الكرنت بزيد قديش رح يكون الفولتج عبره؟ رح يكون بوزيتيف. بوزيتيف حسب مين؟ حسب الكونفنشن اللي احنا حطيناها هون. اذا احنا بنقول لما الكرنت يكون يزيد في هذا رح يكون الفولتج هون، فكانه بهاي اللحظه ايش عم بيشتغل؟ كايش؟ كلود. مظبوط. وكلود ايش عماله بيعمل بالانرجي اللي عم تيجي؟ مش عم باخذ انرجي، الانرجي عباره عن انتجريشن اي ال اوف تي في ال اوف تي، مش هيك؟ مجموع الانرجي الكليه اللي راح ياخذها، يعني التوتال اي اللي اخذها خلال فتره زمنيه معينه، خلينا نقول من زي من زيرو لتي، في ال تاو اي ال تاو دي تاو، هذا هون بصير هذا دمي فيريبل. مش هاي خلال الفتره هاي لو ضل يزيد الكرنت مش عم باله باخذ انرجي، ايش وحدتها راح تطلع هون؟ جولز. هل هاي وحدتها جولز؟ مظبوط. فولتج في كرنت في في سكند في تايم. هاي الطاقه كيف راح اخزنها خلال الفتره هاي؟ ماجنتيك انرجي. ايش وحده ايش قديش قيمتها راح تكون في هذيك اللحظه اللي اجيت اطلعت عليها؟ قديش الانرجي اللي مخزنه؟ نص ال اي سكوير. مظبوط، نص ال اي سكوير. طيب لو بدا هلا في لحظه معينه لسبب معين بدا الكرنت ينزل، شو اللي عماله بصير لما بدا الكرنت ينزل؟ شو صار بالانرجي الموجوده فيه؟ بده يبدا يخسرها. كيف بده يخسرها؟ الكرنت ما بقدر يتغير فجأة. شو الحل الوحيد؟ ينعكس الفولتج. هل بينعكس الفولتج؟ نعم. لأنه إذا الكرنت بنقص إيش رح تصير بالإشارة هاي؟ حتى لو الكرنت هو نفسه بوزيتيف، في فرق بين قيمة الكرنت والريت أوف تشينج أوف كرنت. ممكن الكرنت يكون بوزيتيف بس ممكن الريت أوف تشينج أوف كرنت تكون نيجاتيف. فلما الكرنت يبدأ ينزل شو عماله بصير؟ هاي إشارتها صارت نيجاتيف، في بوزيتيف رح تصير نيجاتيف. شو يعني صار بالفولتج؟ إذا خلينا نلخص هدول الحالتين، هدول حالتين مهمات، لأنه هذا في عنده انفصام، مش هيك؟ في عنده كأنه وضعين، مش هيك؟ في وضع عماله بزيد الكرنت فيه فهو بخزن انرجي وبحط فولتج بوزيتيف فولتج كلود، وفي لحظة معينة أو فترات معينة عم بنزل الكرنت فيه فهو بده يرجع لي الطاقة اللي موجودة. حتى يرجع الطاقة اللي موجودة شو بيشتغل؟ كسورس. كيف بده يرجع لي الطاقة موجودة إذا هو ضل لود؟ مظبوط؟ بده يرجع لي الطاقة اللي موجودة، هو بصير سورس في الدائرة تبعته. إذا الاندكتر ممكن يشتغل كلود، وإذا اشتغل كلود شو بكون؟ I L of T increasing. إذا D I L of T على D T إيش بتكون؟ positive. إذا V L of T بتكون positive. وبعدين energy بيشتغل عماله كلود، إذا energy is being absorbed and saved as ايش؟ and saved as magnetic energy. وزي ما قلنا E بتساوي half L I squared. مظبوط؟ طيب هلا ممكن الاندكتر يشتغل ك source. ايش بتكون I L of T؟ decreasing. وإذا كانت decreasing بيكون di sub l على dt negative، بتكون vl of t بتصير negative. وهلا energy is being returned to the circuit. والماجنتيك انرجي اللي موجوده فيها عماله بخسر. اوكي ماشي، واضح هاي؟ وبامكانك تعمل نفس الاناليسيز على كاباسيتر.